حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا في لحظات اسعف على البداية وعلى الانطلاق الاول مع هذا الشعار المميز شعار الدعية ينطلق الدعية مع الفوز ومع الانتصار تهانينا والناموس لمالك اسعف هناك سند بن علي بن سالم بن سند الدعية وسعد الله صباحك وسلام اسعف سلام تهانينا والناموس لحظة توصل الى خط النهاية راشد بن علي بن سنيد تستاهل فوز اسعف وانتزاعها للشوط الرئيسي الانتاج تستاهل خير يا ابو بريك الله يرحمك وش سلالة اسعاف؟ سلالتها ابيها اسعاف مملوك الشيخ تميم وامها درعيه من حجنة مشاركاتها قبل اليوم العام 3 مرات ثانيه على الموتر سابقه في احدى المحليات واليوم الله يبارك فيها سبقت كيف كان مسارها في الشوط اليوم؟ والله قامت في المقدمه وطلبناها في الامتار الاخيره الله يبارك فيها اعتقد في الفتره الصباحيه افضل توقيت اليوم صحيح في الانتاج افضل توقيت نعم واليوم الشوط كان فيه ضغط شوي يختلف عن الاسابيع اللي راحت والله تقدر تقول الهجن قد هاجهز وكلنا مجهز وضغط الشوط من يوم قام نعم بشرنا عن مشاركه العزبه والله ابشرك نوعدكم ان شاء الله بكل جديد وركض طيب ان شاء الله وهذا الفوز الناموس ابو علي لمن تهدي؟ اهديه للوالد علي بن سالم الدعيه والمحبين والمشجعين شعار الدية الله وجهك جعلنا مسلم دائم شكرا جزيلا لك يا رعي سعد مرحبا ببريك مرحبا سعد